خطأ آخر على الكبح ونفس الشيء بعتقد بده يذهب بالكبح إلى الأمام أكثر. نحن نعرف أنه السائق فيه يتحكم بالبريك بالانس من الجهة الخلفية والأمامية، وكما هو ظاهر عند بوتاس يبدو أنه بحاجة لبالانس أكثر إلى الجهة الأمامية ليثبت السيارة أكثر بدخوله المنعطفات. أوكون أمامنا يلي هو حاليا سائق التجارب.